مع مشاهدينا هذا التقرير سريعا، رأي بعض أعضاء النادي الأهلي في البطولة الأفريقية أو السباق الأفريقي، ونعود لاستكمال الحوار. إن شاء الله توقعاتنا إن شاء الله هنا 3-0 بأمر الله، وتوقع هناك ان شاء الله ناخد البطوله بامر الله تعالى، وان شاء الله نوصل لبطوله العالم للانديه بامر الله تعالى. ان شاء الله ان شاء الله الاهلي هيكسب 2-0 الترجي التونسي، وان شاء الله يعني الاهلي في عهد الخطيب ما شاء الله تبارك الله، يعني احنا بنكسب ماتشات كبيره وماشيين كويس قوي. باذن الله ان شاء الله رب باذن الله هيكون 1-0 الاهلي بامر الله، وده اتوقع ان شاء الله خير يعني. وده اللي متوقعينه من الاهلي ومن رجاله الاهلي بامر الله. الحلم طبعا حلم مشروع واحنا حققناه كتير. توقعاتي ان شاء الله هنكسب 3-0 هنا ونخسر 1-0 هناك. ان شاء الله الاهلي يكسب 2-1 باذن الله. ان شاء الله طبعا الاهلي هيعمل حاجه كويسه جدا، وانا متوقع باذن الله يعني الماتش هيخلص 3-1 يعني ان شاء الله للاهلي يعني باذن الله. 2-1 ان شاء الله. الأهلي. ان شاء الله افريقيا اهلاويه ان شاء الله ان شاء الله، واللقاء الذهاب هنكسب فيه 3-0، وهناك ان شاء الله هنكسب برده 1-0، وراديس دايما وشها حلو على الاهلي، وان شاء الله افريقيا اهلاويه ان شاء الله. الماتش هيبقى في ارضنا وسط جمهورنا، فهنسجل نتيجه كويسه عشان نروح هناك مطمئنين وسط جمهورهم، بالذات ضغط جماهير الترجي التونسي وحضورهم بكثافه في الماتش دوت. ان شاء الله يعني الاهلي يتعادل هناك على الاقل 1-1 ويحقق نتيجه كويسه قوي ان شاء الله في برج العرب. ان شاء الله الاهلي يكسب ويكسب 3-0 ان شاء الله.